أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وسؤال حلقة اليوم في همزة وصل: كيف يمكن التعامل مع الهجرة غير الشرعية؟ بطبيعة الأحوال هناك الكثير والعديد من الأسباب والدوافع التي تدفع هؤلاء الشباب للجوء إلى هذا الإطار الغير شرعي والغير القانوني في الهجرة إلى بلدان أخرى، ربما التدهور الاقتصادي، انخفاض المستوى المعيشي، ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع نسبة البطالة أيضا في المجتمع المصري، من أهم وأبرز الأسباب التي تدفع هؤلاء الشباب إلى اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية. بطبيعة الأحوال أيضا هناك الكثير والعديد من النتائج السلبية المترتبة على هذه الهجرة. دعونا في البداية نتوقف وبشكل سريع مع هذا التقرير التالي، ثم نعود إليكم مرة أخرى لبدء النقاش على الهواء مباشرة. أصبحت الهجرة غير الشرعية ظاهرة شائكة ومعقدة تعاني منها مصر وعدة دول في المنطقة، ليكون البحث عن فرصة عمل وحياة كريمة هو الأمل لكل الطارقين لتلك الوسيلة رغم كل المخاطر التي تواجههم. فالمطالب الأربعة الرئيسية التي طالبت بها الثورة وما زال يطالب بها قطاع عريض من الشعب المصري، وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ظلوا السبب الرئيسي للجوء الشباب للهجرة غير الشرعية مع عدم تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في الحياة في ظل العراقيل والأزمة الاقتصادية الطاحنة والسياسية التي تشهدها البلاد. فمع الأزمة السياسية التي تشهدها الأوضاع على الأرض، زادت نسبة البطالة إلى أكثر من 10%، وهو ما يرجعه البعض إلى غلق بعض الشركات بسبب التوتر السياسي والوضع الأمني وتسريح العمالة، وهو ما أدى بدوره إلى حالة من الإحباط بين الشباب. ويرجع المحللون أيضا الأسباب إلى عدم الاهتمام بالكفاءات العلمية، وهو ما يجعل الشباب ينظرون إلى الخارج لتحقيق آمالهم وفتح آفاق جديدة للنجاح. وبالرغم من أن الشباب وطاقتهم تعد ثروة بشرية خلاقة لابد من الاهتمام بها واستثمارها والعمل على رعايتها، يرى البعض بأنه على الدولة أن تقوم بتوفير فرص عمل لهم في مجال تخصصاتهم العلمية في مشاريع قومية ضخمة تخدم مصالح البلاد الصناعية والزراعية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والاهتمام بالأبحاث العلمية وتمكين الشباب من المناصب الريادية وتدريبهم بحيث يحملون راية الكفاح والنضال وحب الوطن. من جديد ونذكر بسؤال حلقة اليوم: كيف يمكن التعامل مع الهجرة غير الشرعية؟ وأرجو أن تتواصلوا معنا ربما بآرائكم أو وجهات النظر أو الملاحظات أو المقترحات بشأن موضوع وسؤال حلقة اليوم. والآن نذهب بشكل سريع إلى الزميلة إيمان الشيخ لتعرف منها على أهم وأبرز ما كتب من تعليقات وآراء على الفيسبوك وتويتر. إليك إيمان. نعم أمل، الكثير من الاقتراحات والآراء والمشاركات التي جاءت إجابة على سؤال اليوم: كيف يتم التعامل أو كيف يمكن التعامل مع قضية الهجرة الغير شرعية؟ أبدأ معك ومع مشاهدينا بأحمد ماجيك الذي يقول: يمكن التعامل مع هذه القضية من خلال توفير فرص عمل كثيرة للشباب. أما أحمد محروس يقول: كيف نوفر لهم الهجرة الشرعية؟ أو من المفترض أن يكون السؤال: كيف نوفر لهم الهجرة الشرعية وغير الشرعية؟ لأن الشباب بجد ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت. محمد سمسم يقول: والله الشباب دي دول غلابة، مش عارفين ياكلوا في البلد ومش معاهم فلوس للهجرة الشرعية، الله يعينهم. تعليق آخر من عبدو أبو جزية يقول: لابد من وجود حياة أدمية لكل الناس لكي لا نرى مثل هؤلاء الشباب يموتون بهذه الطريقة البشعة، ومن هذا المنطلق يجب على الدولة أن توفر هذه الحقوق، ولن أقول واجبات لأن هذا يعد من أبسط حقوق الحياة الآدمية لهم التي يجب توفيرها.
تعليق آخر من ندى محمد من قفر الشيخ تقول: التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية يكون من خلال أولا البحث عن أسباب هجرة الشباب الغير الشرعية وحتى الشرعية، سوف نجد الكثير من الأسباب مثل البطالة وعجز الشباب في الحصول على فرصة الزواج وتكوين بيت وأسرة، وحتى المتزوج منهم لا يجد ما يستطيع أن يعول به أسرته. تعليق آخر من حسين جلال: حضرتك الإجابة في السؤال ليه ما فيش أمريكان أو فرنسيين أو بريطانيين بيهاجروا هجرة شرعية لأي دولة أيا كان اسمها، لولا السباغ أو اللقاء ربيع تقول: يجب أولا معرفة أسباب الهجرة الغير الشرعية والمتمثلة في ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، فيكون التعامل مع هذه القضية من خلال معالجة هذه الأسباب، ومن خلال أيضا وضع قانون ونصوص واضحة تعالج وتجرم المتسببين في هذه الهجرة الغير الشرعية. محمد فتحي يقول: هناك الكثير من الأمور طبعا التي تتسبب في تواجد هذه المشكلة أو في كثرة الهجرة الغير الشرعية خارج مصر. تعليق آخر من فتوح يوسف يقول: يتم القضاء على الهجرة غير الشرعية بالقضاء على البطالة ومحاربة الفقر، وذلك بتكاتف الدولة بجميع أجهزتها ورجال أعمالها بوضع حملة مصر تحارب الفقر. ماجد أبو ليل: بجد محتاجين فرصة عمل. عبد الهادي يقول: أولا من خلال محاكمة الأنظمة العربية واجتثاث الفساد وسيادة القانون. أحمد محمد يكون ذلك أو يمكن حل هذه المشكلة من خلال توفير فرص عمل جيدة للشباب بدخل مادي جيد، سنقضي على هذه الظاهرة تماما لأن معظم الهجرة تكون بهذه الدوافع. مشاهدينا كما رأينا وكما شاهدنا معكم مشاهدينا، معظم التعليقات تقول بسبب البطالة والفقر وضعف المرتبات. كانت هذه مجموعة من المشاركات التي استطلعناها معكم في أول جزء أو في أول فقرة معنا لاستطلاع المشاركات عبر الانترنت. عودة من جديد إلى الزميلة أمل وبداية الوجه آخر من أوجه التواصل معكم عبر الاتصالات الهاتفية. لك يا أمل. أشكرك إيمان على هذه الإطلالة السريعة لأهم وأبرز التعليقات والآراء التي كتبت على الفيسبوك وتويتر بشأن سؤال حلقة اليوم: كيف يمكن التعامل مع الهجرة غير الشرعية. نفتح النقاش الآن لضيوفنا الكرام عبر الهاتف. أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون العام، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور عبد الحميد شرف من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأيضا الأستاذ محسن عادل الخبير الاقتصادي. أبدأ معك دكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون العام، بعد التحية يعني ما هي الرؤية القانونية في التعامل مع هؤلاء الشباب الذين يهاجرون بشكل غير شرعي إلى بلدان أخرى ربما للبحث عن فرصة عمل أفضل أو مصدر للرزق يكون متوافر لهم في البلدان الخارجية وللأسف غير متوافر لهم في مصر؟ بالفعل أولا أنا أحب أوضح أن هذه الهجرة عالمية وليست محلية فقط، فوفقا لآخر تقرير صادر من الأمم المتحدة عن عدد أعداد على مستوى العالم الهجرة الغير شرعية حوالي أكثر من 200 مليون شخص يقومون بالهجرة الغير شرعية بحثا عن الرزق، مصدر رزق أفضل، والهدف والسعي دائما هو وراء لقمة عيش أفضل وارتفاع نسبة البطالة خاصة في دول العالم الثالث وخاصة مصر. دائما نسمع عن الهجرة ونشاهد الهجرة غير شرعية عن طريق السفن وخلافه إلى دولة زي إيطاليا. أيضا أحب أوضح للسادة المشاهدين أن دول الاتحاد الأوروبي في 30 و40 القرن الماضي كانت لا تجرم هذه الظاهرة كونها كانت بحاجة ماسة إلى أيدي أعملها أكثر، ولكن بعد إقرار اتفاقية وقعت بين دول الاتحاد الأوروبي عام 85 فقامت بتجريم هذه الظاهرة، وبالتالي الشخص الذي يضبط بعد تسلله عبر السواحل أو البر أو البحر أو الجو إلى هذه الدول يعرض نفسه لعقوبات جنائية ثم بعد ذلك يقوم بترحيله مرة أخرى. أولا لا يوجد نص في قانون العقوبات أو ليس هناك في قانون العقوبات المصري ما يجرم هذه الظاهرة، ولكن من خلال القانون الصادر عام 2010 خاص بشأن مكافحة الإهجار بالبشر، هذا القانون الذي تعد مصر من أول الدول على العالم العربي التي قامت بالتشريع كان الهدف منه هو المحاولة
الانتهاء من الضرب البشر سواء عن طريق الجرائم البغاء الدولي او استغلال الاطفال او النساء وخلافه. ولكن اذا تمعنا بهذا القانون بشكل قانوني بحث ومفسر نجد ان في نصوص هذا القانون ما يجيز تطبيقه على هؤلاء تلك الجماعات التي تقوم باستغلال هؤلاء الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل، وذلك عن طريق التحايل عليهم بأنهم سوف يجدون فرصة أكبر داخل الدولة التي سوف يتم التسلل إليها. وبالتالي يجب بدأة من خلال الدولة كنظام أن نوفر فرص عمل أفضل لهؤلاء الشباب الواعد الذي يحمل مؤهلات وخلافه، من أجل أن لا يفكر في هذا السفر الغير شرعي أو الهجرة الغير شرعية. يعني أرجو أن تبقى معي قليلا دكتور صلاح، سأعاود النقاش معك مرة أخرى، ولكن أتحول الآن وبشكل سريع إلى دكتور عبد الحميد شرف من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. دكتور عبد الحميد، بعد التحية، كيف تنظر إلى هذه الظاهرة، ظاهرة الهجرة غير الشرعية، الأسباب والدوافع، وهل أنتم تملكون في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إحصائية دقيقة ومحددة لأعداد المهاجرين من الشباب بطرق غير شرعية وغير قانونية؟ دكتور عبد الحميد، يبدو أننا ألو دكتور عبد الحميد، نعم نعم كنت أتساءل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإلى أي مدى أنتم تمتلكون يعني إحصائية دقيقة ومحددة لأعداد الشباب المهاجرين بطرق غير شرعية وغير قانونية؟ في الواقع ظاهرة الهجرة الشرعية وغير الشرعية دي مش متوفر لها بيانات كافية مدى الدولة مدى نبهها، عشان كده كان الجهاز من أولوياته الاهتمام إن هو يدرس هذا الموضوع ويوفر له بيانات. لهذا السبب يعني وكان كثير من الدول بالذات الدول على حوض البحر المتوسط المعنية بالهجرة من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي بالكامل، منظمة الهجرة الدولية، مفوضية اللاجئين، منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية، كانوا عندهم اهتمام كبير بإنهم يعرفوا أعداد المهاجرين أو يعرفوا بيانات عن الهجرة بصفة عامة. ولذلك تم التنسيق مع هذه الجهات نحو 7 جهات في محاولة الحصول على دراسة توضح لنا ايه هي خصائص المهاجرين اللي موجودين والسبب بتاعهم، سواء مخصص لحالتهم التعليمية، نشاط بتاعهم المهنة، حالتهم الصحية. فكان فعلا في هذا الأمر ندرس الأمر ده منذ عامين، استمر الدراسة لمدة عامين، بدأنا التنفيذ في عام 2013 واستمرت